أعزائي، يعني في نهاية حلقتنا لليوم تركيزنا دائما على فقرة عائلتنا وعلى الأمور النفسية والاجتماعية اللي بتهم الأسرة. للحديث اليوم عن يمكن موضوع كتير بشغل بال الأسرة، تعلق أطفالنا بالألعاب الإلكترونية، ويمكن أكثر المشكلة لما تكون الألعاب الإلكترونية فيها بعض العنف وبعض مشاهد العنف. للحديث عن أثارها السلبية على أطفالنا معنا بها صباح الاستشارية استشارية العلاقات الأسرية وتخصصها الرئيسي الإرشاد للمراهقين. معنا بها صباح دكتورة أحلام خطاب. أهلا وسهلا فيك دكتورة، صباحك سعيد. صباح الخير دامة. يعني ما بنقول تعلق أطفالنا بالألعاب الإلكترونية، الطفل بيترك التابلت، بمسك البلاي ستيشن مثلا بيلعب، بيتركها بيروح للتلفزيون، بيتركها بيروح يعني من مكان لمكان بنتقل وهو محاصر بالألعاب الإلكترونية. قديش الأثار السلبية النفسية بداية على الطفل، ويمكن خلينا نقول كمان شو الأسباب اللي بتدفعه للتعلق فيها أكثر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي دامة، هي صارت هلأ مشكلة نقولها عالمية، مشكلة رغبة الأطفال بالاستمرار أمام شاشة التلفزيون أو شاشة البلاي ستيشن أو حتى مرات اللابتوب على اليوتيوب، بدأوا ببحث على الألعاب. هو في رغبة داخلية دائما عند الأطفال في أنهم يشوفوا الأشياء القتالية والحربية والرياضية، هاي يعني موجودة في داخلهم. لكن نقول إحنا دائما الجانب الأسرة بالبيت أنها هي تحاول أنه ما تخلي عند ابنها سواء كان بالغ أو حتى ناشئ طفل صغير الفراغ. هو وقت الفراغ طبعا هو اللي بيسمح للطفل انه هو يقعد ساعات طويله امام. هو مش خطا انه هو يلعب بلاي ستيشن، هو الخطا في انه احنا مش مقننين عمليه الاشراف عليهم. يعني احنا ما بنقعد دائما كأم او كأب نشوف شو عم بيشوفوا. هلا الالعاب بحد ذاتها مش خطره في حال واحد، اذا كنا احنا كأم او أب اخترنا نوع الالعاب للطفل. ليه؟ لأن هي بتخلي الطفل مرات يكون نقول ينمي قدراته الخيالية شوية. يعني هو مش دائما ترى في جانب سلبي، في كمان جانب إيجابي اللي هو بينمي عند الطالب بينمي عند الطفل نقول الإرادة الداخلية نحو النجاح. يعني هو لما بيلعب لعبة معينة بيضل ورا اللعبة لما يحقق النجاح، هذا جانب إيجابي. هو في داخله صار في عنده قوة ووازع إرادي قوي إنه أنا بدي أنتصر على اللعبة اللي عم بلعب فيها. بس طبعا هذه خيال في خيال. نعم. هذا جانب أنا بقدر أقول إنه هو نوعا ما إيجابي. لكن إمتى بيكون سلبي؟ إذا الطفل قعد أكثر من 5-6 ساعات مركز على اللعبة، انعزل اجتماعيا عن الأسرة، ما صار في تواصل اجتماعي بينه وبين افراد الاسره الاخرين. انت لو بتلاحظي هلا مرات بتكون الام مثلا عامله وجبه الغداء اللي هي نقول الوجبه الرئيسيه داخل ياكلها بالغرفه بالضبط. هلا مرات ما بياكل الغداء، مرات انت بتلاحظي انه عم ياكل اكلات ضاره بالصحه. البوب كورن بياكل مثلا الولد، ممكن شيبس وشوكولاته بالضبط الاشياء المضره بالصحه. لا هو عم يلعب وعم ياكل، هاي بتؤدي الى شغلتين. الشغله الاولى ادت الى انعزال اجتماعي من اسرته عن اسرته، فصار ما في تاقلم بينه وبين الاسره، هو عم يطلع فقط على اللعبه وكيف يقدر يخلص لعبته. والشغله الثانيه ادت الى البدانه. انت بتلاحظي انه اكثر الاطفال اللي بيتفرجوا على الالعاب بيلعبوا بصير عندهم يا بدانه يا ضعف كثير. هلا ضعف من وين؟ انه هو عم ياكل شغلات unhealthy غير صحية. في الحالتين يا أنه جسمه بيكون قابل للسمن فبينصح كتير، أو أنه بيضعف كتير لأنه هو عم يأكل بطريقة سريعة جدا. طبعا عدا عن الألام اللي بتصير في عضلات الرقبة، هي طبعا معروفة أنها كتير أكترها من كتر ما الولد بيكون كتير مسيطر ومركز على اللعبة. نعم. قديش عدد الساعات اللي مسموح للطفل أنه يلعب فيها، أو كل قديش لازم يعمل بريك منها على الاقل؟ انا برجع وبقول هي مش بعدد كمان الاورز. هو طبعا المفترض انه في تقسيم، مفترض انه احنا في مجتمعاتنا العربيه في عنا شيء اسمه تلفزيون مدرسه، في بعد المدرسه في عنا فتره قيلوله، فتره استراحه. هاي فتره الاستراحه هي فتره بيتمدد فيها الطفل، بيحاول الطفل انه يسترجع فيها شو المعلومات، او بيسمى عمليه استرجاع المعلومات اللي اخذها في مدرسته، يقعد شويه ينتبه لدراسته ولكتبه ويقعد مع العيله ياخذ يعطي. ليه؟ لانه التلفزيون او البلاي ستيشن او الجيم بوي هي اللي بيلعبوها والالعاب الكثيره هي ما بتعمل نقول إبداعية عند الطفل، ما بتعمل، هي أصلا بتموت الإبداعية، بتخليه فقط محصور في هاللعب اللي بيلعب فيها وفي مجالها. هو ما بتخليه حتى الإبداعية كيف تنشأ؟ الإبداعية تنشأ لما بيكون هو بياخذ وبيعطي مع أمه وأبوه.
من مجتمعه من خلال الحكي والاخذ والعطي. والتوجيه امتى بصير كمان من خلال القعده مع الاسره. هلا هو لما بيقعدوا شي ساعه ولا ساعتين، انا برجع بقول لك انه مش كتير ساعه او ساعتين، لكن لابد من الاشراف. انا مش بقول ما نشوفش، بس بقول انه لابد من وجود الام والاب معه، لانه هذا كمان بيؤدي الى مشكله في عصب العين اذا هو ضل مركز كتير عنده الكونسنتريشن هذا دائما على الاضاءه. هلا انت سمعتي بالاشعه اللي بسموها الكهرومغناطيسيه اللي هي قصيره التردد، هاي خطره كتير على العيون وخطرة على الدماغ. في حالات سجلت في اليابان عن حالات صرع، حالات الصرع هي نشأت من خلال لعب البلاي ستيشن، من خلال الأشعة الكهرومغناطيسية اللي أثرت على الدماغ. ليه؟ الساعات الطويلة وإنه هو قاعد على اللعبة ومركز على اللعبة، ما عندوش حدا ممكن يقول له قوم أو اترك اللعبة. هلا لاحظي كمان ملاحظة إنه الطفل اللي بيشوف الألعاب بصير عنيف. هي هاي النقطة يمكن الأبرز اللي أنا كنت حبيت أركز عليها، لأنه معظم الألعاب يا بطخ يا عصابات، سرقة سيارات، سواقة بجنون، قديه بتأثر على انه الطفل يصير ولد عنيف ويصير عصبي. يعني اطفالنا اصبحوا عصبيين. بالضبط. شوفي دائما لو سألنا حنا السؤال، هلا احنا بمجتمعاتنا العربية بأمان وبكل صدق، هي هل انشئت هذه الالعاب لمجتمعاتنا وبيئاتنا العربية؟ لا، اللي عمل هالالعاب عملها لبيئته لمجتمعه، هي اصلا مستورده من برا، يعني هي لا تتناسب وبيئتنا ولا مجتمعنا العربي. احنا ما عندنا على قولتك سباقات الشوارع العريضه ولا الضرب بالشوارع ولا حرب العصابات اللي بصير بالشوارع. مجتمعاتنا احنا العربي مجتمعات امنه ما فيها شيء نهائي. فهو اللي عمل هاللعبه هاي اصلا عنده هدف، اللي هو بس روح نقول هاي زرع السلوك العدواني في داخل اللي بيلعب، بس بمجتمعهم مش بمجتمعي. فاحنا لما بنيجي بناخذ اللعبه بتفعل معها الطفل نفسيا نقول وإدراكيا، هو خلص اكتسب أو تقمص شخصية داخل اللعبة. فلو بتلاحظي أنت أكثرهم وأغلبهم بصير عندهم تقليد، بصير هو مبسوط على الشخصية اللي انتصرت أو الشخص الآخر اللي بينافسه، الشخصية مثلا انهزمت ممكن حتى تؤدي إلى عنف بعدها ويضربوا بعضهم البعض، أنا غلبتك أو أنت غلبني، أو مثلا نصير نقولها يتهزى عليه إنه أنا سبقتك. فهي خلقت عنف من ناحيتين، صار عنده سلوك أو نقول إحساس لا شعوري بالعنف بسبب اللعبة، صار عنده ستريس بالأعصاب. لا شعوري هو طبعا لا شعوري، لأنه هو عم يلعب، هو كثير متأقلم، هو تقمص الشخصيه، هو الخوف من التقليد انه متقمصها. فانت شوفي كان اذا بتتذكري كان في فيلم يطلع الهالك الرجل الاخضر، صح، كل اولادنا كان بيحبوه وكان بيحاولوا كثير انهم يعملوا نفس شخصيته لما بيثور وبيعصبه، صح. وفي ناس حاولت على فكره تطلع حتى على السطح وتحاول انها تنزل. في سجل كثير، لا كثير، نعم نعم نعم. من شو يعني. هو طفل، هذا ما عنده قوه ادراكيه انه هو يدرك انه هذا شيء خطر، ما بيعرف. فليش انا كثير بركز بقول الام والاب لازم يعرفوا انه هاي الالعاب تكون منطقات، يعني في العاب ابداعيه، في العاب مثلا مثل مكعبات الرياضه مثلا، ليش ما بتجيب لهم بالبلاي ستيشن لعب تنس او كره قدم، هي فيها شويه عنف بس كمان حلوه، هي بتحرك المخ، حتى بتخلي الاهل يلعبوا. بالضبط. لكن انت لما بتجيب مع ابني مثلا البولينج ولا التنس ولا هاي، ما هي بتنمي الدماغ اصلا، هي بتخلي الطفل يفكر صح. لكن لما بدك تجيب له العاب قتاليه وحربيه، انت علمتيه العصابات، علمتيه الحرب، علمتيه العنف، علمتيه القتل، علمتيه الكره اصلا من خلال اللعب هاي. لانه برجع بقول لك انه هاي الالعاب ما انشئت ولا صنعت لاجل الطفل العربي، الطفل العربي ما له يعني ما... انا بحس بيئته يا مش بالضبط، هو بيئته ما فيها هيك، ما فيها هيك. صحيح. اثارها يمكن تحدثنا عن الاثار النفسيه، بعده عن الاسره، في اثار ايضا صحيه، اثار جسديه، تحصيل العلمي ايضا. دكتوره قديش لها اثر على تحصيله العلمي للطالب؟ هو في احصائيه اجريت، اعتقد انا كنت قريتها انه في دوله مثل السعوديه كانت على وجه التحديد الاحصائيه، هناك بيقول لك انه 40% من بيوت السعوديه عندها البلاي ستيشن هذا، وبنسب عاليه كثير الاولاد بيمارسوا اللعب عليها. وجدوا انه ال 40% هاي من الاطفال عندهم ضعف في التحصيل الدراسي. ليه؟ هلا هو لما بيقعدوا 5-6 ساعات طول اليوم على البلاي ستيشن، هو متى ممكن يعمل واجبه؟ يعني متى ممكن يدرس؟ 4 ولا 5 بالضبط، خلص 10. يعني انت شوفي المجتمعات تبعتنا احنا، هلا اغلب الاسر الام والاب بيشتغلوا، فلما بيرجع من المدرسه الولد مرات، على فكره في بعض الحالات عند الامهات بتفتك من ابنها بتقول له روح العب بلاي ستيشن، او بدي اقعد مع جارتي او مع صاحبتي فالعب انت بلاي ستيشن. هي ما بتعرف مدى خطوره البلاي ستيشن على الطفل لما بتتركه بالساعات الطويله هاي. وعمليه التنظيم، انا برجع بقول احنا ما نلغي الشيء لانه الغائه خطر، لانه حيضطر يروح للمقاهي، حيضطر يروح في شو بسموها الاماكن هاي الخاصه، الكاونترات اللي بيعملوها للبلاي ستيشن، حيضطر انه يطلع برا عشان يلعب فيها. انت ما تمنعي، انت نظمي، انت فاهميه ليه؟ مثل ما قلنا هو بيرجع من المدرسه، هو مضطر انه يرتاح يتغدى،
يقعد مع الأسرة شوي بعدين يروح يمارس واجباته، يكتب واجباته مع الأم، يراجع الدراسة اللي درسها. لكن إذا هو ما درس وقعد طول اليوم على البلاي ستيشن من هون لآخر ليل أو للمغرب حيكون كسلان، حينام ويصحى ثاني يوم الصبح هو مش حتى نفسيته للأكل ما عندوش الرغبة على الأكل لأنه هو مش ماخذ الوقت الكافي من النوم. أنت بتلاحظوا بتكونوا مكسرين تعبين زي اللي مارس الرياضة، حتى لو ناموا بحسوا أنهم مكسرين لأنه هو طول اليوم مركز على شيء واحد. هو ما مارس الرياضة نقول البدنية داخل البيت، حتى لو نط ولعب مش مثل أول. أول كانوا يطلعوا يلعبوا الألعاب الشعبية مع بعضهم البعض، هي اللي بتخلي الأيام إحنا كنا نلعب مع بعضنا البعض، ننط الحبل والحجلة وما بعرف شو بالشارع ولا بالحديقة. هلا ما في، هلا كله بلاي ستيشن واحد داخل البيت، حتى بيلعبوا اونلاين صاروا كمان. اه طبعا هلا هي فيها كمان خطوره ثانيه داما، انه بيضطر مرات ياخذ من امه فلوس ويقول لها ما بدي شغله مثلا بدي اشتريها. ممكن ترى في بعض الاطفال كان يكذبوا، انا في حالات كانت تكذب يقول انا محتاج شغله مثلا از بروجكت فور تيشر للتيشر تبعتي، يطلع مو للتيشر يطلع عشان يشتري اشياء باللعبه تبعته. تعرفي هاللعبه هاي اللي بفلوس، هذا يعمل مزرعه وهذا يعمل مزرعه ومش عارف هذا يشتري من هذا وهذا يشتري من هذا، فكان يشتري اونلاين. يعني هي انا بعتبرها انه هي نوع من انت علمت الطفل كيف يحتال. اذا الحل بشغلتين، التنظيم والمراقبه. نعم. لابد منه. نعم. للاهل. نعم. يعني انا بتمنى اكثر، بس اكثر من ساعتين عاده لا خلص. يعني خلص ما بيقدر زيادة. ما بيقدر. يعني انا بتمنى انه يكون مشاهدينا يعني استفادوا من هاي الفقرة، وأنا بعرف قديش مهمة يمكن للأمهات. أنا بدي أشكر حضورك معنا بهالصباح دكتورة أحلام خطاب، يعطيكي ألف عافية وشكراً حضورك معنا. سلامي. أعزائي هيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتجدد لقائنا معكم كل يوم بنفس الموعد. أجمل تحية مني داما الكردي ومن فريق العمل، مشرف العام للبرنامج الدكتورة ميساء نصر الرواجدة، والمعدة هلا نوفل، ومخرجتنا جيهان الصفدي. إلى اللقاء.